السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم بخير. واش احوالكم؟ انا بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم ثاني راهي جايتني وحده زياره. اليوم ثاني راه البنات راهم جايني ضيف، وراني فرحانه بزاف بزاف. شوفوا من نبدا لكم مقدمه تلقوني هكا فرحانه وناشي، تعرفوا بلي الضيف راهم جايني. اليوم ان شاء الله حتزورني صديقتي جزائريه. المره اللي فاتت كانت زارتني صديقتي مصريه، هذه المره ان شاء الله حتزورني صديقه جزائريه وثاني اصطيفيه كيما انايا. هي تكون بعيده عليا تقريبا هكذا واحد الساعه ولا. المهم قالت لي البارح راني هابطه لاسيوط نحوس شويه ندور مع سلفتها. السلفه البنات حنا عندنا هي اخت الزوج، كل ولايه وكيفها، كاين اللي عندهم مرت اخ، بصح السلفه حنا نقولوا اخت الزوج. المهم قالت لي جايه مع سلافاتي هكا نحوسو. المهم قلت لها روحي مرحبا بك تنوريني، مزال كاطو تاع العيد، روحي ذوقي عندي كاطو تاع العيد وروحي. قالت لي اوكي نجي. عيطت لي قالت لي راني جايه. المهم وجيت جهزت روحي وميته بالفرحه، ميته بالفرحه. حتى محمود مسكين كي شافني فرحانه هكذا فرح معايا، فرحان بزاف هو ثاني. المهم وجدت الطابله، دوك نوريكم واش حطيت واش وجدت، وتشوفوا معايا وتكملوا معايا الفيديو للاخير. انا رجعت لكم الضيف تاعي روحوا، كنت قعدنا وحدي القعده الله يبارك تهبل. كنت متوحشه قاعده كيما هكذا وفرحت بهم بزاف بزاف والله العظيم، عمروا عليا الدار. قلت لكم هي ثاني صطيفيه كيما انا. ما نحكي لكمش يعني حسيت الدار تعمرت عليا، فيها هكا الهضره فيها الحكايات. المهم جابت لي سهمي تاع الكاطو، نوريكم واش جابت لي. عندي بزاف يعني كاش واحد ما كليتش مثلا، واحد ما بعث ليش مثلا سهمي هكا ولا كليت كاطو تاع واحد اخر ولا، جابت لي معاها سهمي وفرحتني بزاف بزاف. المهم هادو جابت لي حلويات، هادو قالت لي عندي سلفتي ساكنه في الكويت بعثتهم لها، جبتهم جوري وعمر. شوف فرحتني برك. شوفوا وجابت لي سهمي، جابت لي البقلاوه، دارت البقلاوه هي ثاني. جبت لي هذا ثاني، هذو نظن جبتهم متزاير خطر ما كانش هنا. قولي لي بشرى اذا هذو جبتهم متزاير ولا لا، خطرش ما كانش هنا. شوفوا وهذا ثاني، ياي عندي ما ناكل القاطو. وهذا وجبت لي الغريبيه وهذا الصابلي. عباكم راني فرحانه دوك عندي ما ناكل الكاطو، وزيد كل يوم ندير كاس حليب وناكل زوج حبات زوج حبات باش ما يكمليش ثمثم باش ما يخلص ليش. هذه ثاني الغريبيه تذوب في الفم. نشكرها بزاف بزاف من خلال هذا الفيديو، نقولها شكرا بزاف ليك وشكرا لي جيتي ونورتيني وفرحتيني بزاف بزاف. البنات دوكا نروح نلم الدنيا اللي راهي عندي ونهز الحوايج ومن بعد ان شاء الله نكملوا الفيديو تاعنا. بالكم مليت مليت مليت، كملت هزيت الحوايج البنات، فرست الدنيا تاعي. شوف شوف شعر التلفزيون بالكم. ذاك تروحي ذاك تروحي كي يكونوا جايين ضياف نفرح بزاف، هما يروحوا يخرجوا الضياف وانا كشغل ترجع لي باش الدنيا فرغانه خلاص. هما خرجوا نوت كيما قلت لكم لميت الدنيا، غسلت لهم ماي تاوعي وكملت مسحت شويه الدار، عاودت مسحتها باش تبرد لي الدنيا، الدنيا راهي سخونه. وزدت عمر هذا وين رقدتو نعس وقاعد غير يبكي يبكي يبكي، وكل ما يغفلش هذيك الغافيه تلقاوه نهار كامل وهو يبكي لي. محمود ثاني خرج وجوري تلعب وانا قعدت وحدي كيما راكم تشوفوا. يا قلت والله غنحل الكاميرا كمل الفيديو انا احكي بشويه. المهم قولوا لي كيفاش الاحوال كيفاش الاجواء. انا مازلت ما درتش العشاء، غفرت الكوزينه قلبتها تشعل، كي نشوف منظر تاع الكوزينه والمنظر تاع الدار هكا نظاف نحس براحه نفسيه هكا كشغل تجيني وحده الحاله. ما باش كامل نتوما راكم كيفي والله.
المهم دوكا مزالي العشاء ما على باليش واش راح ندير، قاعده نحكي وحدي قاعده نقول عندي البطاطا، عندي الطماطم، عندي الباذنجان، وشاني عندي الاخر، عندي البصل، واش ندير بيهم؟ مره نقول ندير شكشوكه، مره نقول ندير بالك ندير بطاطا في الفول، ومن بعد اخترت حاجه قلت ندير بيتزا، عيطت لمحمود قلت له انا حندير العشاء بيتزا باش نشوفوا يعني اذا هو ياكل معايا ولا ما ياكلش معايا، خاطر ما نقدرش مثلا ندير حاجه مرات هكا مثلا ندير حاجه وهو ما يرجع ما ياكلهاش، ولا انا كي نقرر ندير مثلا العشاء ولا نعيط له قبل هو نقول له انا راح ندير هذيك الحاجه، هو اصلا والله ما يقول لا مديريش ولا يقول لي ايه اوكي ديري. قررت ندير بيتزا هذا وين بعت سلفي صغير يشري لي الفورماج، قلت له جيب لي فورماج، والله يا البنات اقسم بالله يعني ماشي كي تقولوا هكا يتشعل الكاميرا عرضها من حاجه ولا لا، بالعكس اقسم بالله العظيم نحس في روحي راني نتونس، نشعل الكاميرا ونبقى نحكي معكم بعد كي نولي نهبط لكم الفيديو، نولي نستمتع بالتعليقات تاعكم بزاف بزاف، اللي عندها نصيحه تحطها، واللي مثلا تقول لي ديري هذيك، واللي مثلا تقول لي انا كيفك وندير كيفك، ما بيش كيف يعني، نستمتع بالتعليقات تاعكم بزاف بزاف، وشكرا لكل واحد راه يدعم فيا، شكرا لكل وحده راهي تخلي لي كلمه طيبه، اللي راه يتونس فيا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، قد ما نشكركم ما نوفيكمش. ما تنساوش تحطوا لي جيم، ما تنساوهاش الجيم. ودوكا نوضوا نروحوا للكوزينه. جاب لي شوفوا سلفي هذا وين جا، جاب لي البيض وجاب لي الزيتون وجاب لي الفرماج، حطهم لي طول هنا، قال لي اني جيت انا جيت كرتيق قبل ومن بعد ان شاء الله نروح. أباكم انا الثقه نخليها مفتوحه على جال السخانه قلت تعطيني الهواء، سورتو هنا ما كانش كيما راكم تشوفوا ما عنديش هنا مروحه هذيك اللي كاينه في الصاله، في الصاله عندي ذيك المروحه تجيب شويه الهواء، بصح هنا نخلي الثقه محلوله، بصح هما يقول لك يعني كي يوصل المغرب ما تخليوش تواقي محلولين، بعد المغرب ما تخليوش تواقي محلولين، بصح حنا نخليه غير على جال الهواء برك. الكوزينه شوف الدنيا تاعي كيف راهي نظيفه، الله الله شوف مازلت ما خبيتش هذا، كون عاود خبيت مع خوه الاخر راني مخبياته. كيما شفتوا حطيت كادو غير في هذا خاطر يعني مبقاوليش انواع بزاف. الزينه تاعي ثاني نقيتها. ياي كسرت البيضه. المهم دوك نجبد الفارينه تاعي ونجبد الحوايج ونرجع لي. راكم الصباح اللي غسلت الطابيات تاعي دوك لقيتهم نشفوا، سورتو كان عندنا الشمس بزاف تما لقيهم ثم نشفوا. غسلت الطابي تاع الكوزينه والطابي تاع البيت تاع التواليت حاشاكم، نفرش الطابي قبل تاع الكوزينه. باغي نجيب طابي جديد شفتهم يتباعوا في القاهره، هنا ما على باليش اذا كاين ولا ما كانش، شفتهم المره اللي فاتت كيما يتباعوا في القاهره وعجبوني بزاف بزاف، بصح ما شريتش منهم، صح كي روحت ندمت قلت كوا جبت معايا. كي نهبط نجيب باسبور تاع عمر نولي كيما شفتو قطعت البصل والطماطم عيني ما يدمعوا، شوف تقول راني نبكي. دوكا نخدم لاصوص ومن بعد ان شاء الله نولي نكمل العجينه. نوريكم وحده الطماطم جابها لي انا مانيش عارفه نجيبها، هذه اول مره يجيبها لي، شوفوا اللون تاعها كيفاش، شوفوا هنا كيفاش دايره، ما بيش جاتني شغل ماشي كي الطماطم الاخرى. شوفوا شكون يناض، شوفوا شكون يناض، هو راح طول، شوف شوفوا 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 طول يروح لهذا وطول، والشعر هذا شوف زعما نقصلو شعره شويه او ملي ولد ما قصيتلوش خلاص، زعما كنت نقصلو منه شويه. راح للفانوس طول، يموت على الفانوس هذا، يموت عليا يموت عليا يموت عليا. نحكي معاكم قال لكم ما نحكيش، ما بغى يحكي معايا، ما بغى يشوف الكاميرا. عمر 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 العمولة. بالنسبة للعجينة البنات انا راح ندير العجينة تاع 10 دقائق، هذيك هي سهلة وزيدنا لعمر، شوفوا ديجا راه جاي يخرب لي،
في البوطاجي. المهم ديال العجينه تاع 10 دقائق كنت شاركتها معكم مره اللي فاتت كنا في رمضان. المهم هي سهله ثاني لاصوص تاعي يعني حطيتها طيب. كنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله نكون خفيفة خفيفة عليكم، وربي ان شاء الله ينصر فلسطين، ونتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم وبسلامة.